وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العميد عبد الله خليفة الجيران، نائب محافظ محافظة المحرق، رئيس اللجنة الداخلية لبرنامج المدن الصحية. العميد عبد الله، نرحب فيك في نشرة الثالثة. وبداية، لو تحدثنا عن يعني مفهوم المدينة الصحية بحسب منظمة الصحة العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حبيت أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. بالنسبة حق مفهوم المدينة الصحية حسب منظمة الصحة العالمية، برنامج المدن الصحية هو بمثابة حركة ديناميكية ومنصة للتعاون بين القطاعات تحت القيادة والالتزام على كافة المستويات السياسية على مستوى المدينة، وإنشاء هياكل تنظيمية لتنفيذ العمليات وصياغة رؤية مشتركة للمدينة، مع التركيز على تنمية الصحة العامة لبناء شبكات وشركات في إطار المجتمع أو البرنامج. وبمفهوم آخر، فإن برنامج المدن الصحية هو عبارة عن منصة للتعاون بين كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبالشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع تحت القيادة والالتزام. نعم. وذلك من أجل تحقيق برامج مستدامة تهدف إلى إدخال التحسينات لتساهم في تحقيق مزيد من الرفاهية للناس والجودة لنوعية حياتهم. نعم. تفضل. العميد عبد الله، يعني ما هي المعايير والاشتراطات التي حققتها المحافظة لتحقيق هذه الرؤية المتعلقة بالمدن الصحية؟ نعم. بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات من سعادة المحافظ، فإن المحرك طبعا حققت مثل ما تفضلتوا في كلامكم عن المدن الصحية. نعم. حققت بما نسبته 99% من المعايير والاشتراطات المتعلقة بهذا البرنامج. ذلك حسب التقييم الداخلي لمنسق برنامج المدن الصحية في وزارة الصحة. وطبعا تكون المعايير تصنيف المدينة على أنها مدينة صحية مثل ما تفضلت الله يسلمك، 9 محاور. وتتضمن هذه المحاور عدد من الجوانب المتنوعة، واللي منها الصحية والبيئية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى الجانب الأمني والشراكة المجتمعية. والمعايير هي طبعا تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، كذلك التعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، مركز المعلومات المجتمعي، المياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء وتلوث الهواء، التنمية الصحية، الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، التعليم ومحو الأمية، تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأخيرا أنشطة القروض الصغيرة. نعم. عميد عبد الله، تحدثت عن الشراكة، يعني الشراكة المجتمعية، ما هو دورها في هذه الخطط والبرامج في المحافظة؟ طبعا للشراكة المجتمعية دور كبير ودور مهم. نعم. في نجاح هذا البرنامج، وتعد الشراكة المجتمعية من أهم محاور ومعايير البرنامج. وتجسيد لذلك، فقد انخرط في هذا البرنامج عدد من الفرق التطوعية وأهالي المنطقة والمنظمات الأهلية بمنتسبيها، وكان لهم الدور الفعال خلال مرحلة تنفيذ هذا البرنامج. نعم. العميد عبد الله خليفة الجيران، نائب محافظ محافظة المحرق، رئيس اللجنة الداخلية لبرنامج المدن الصحية، شكرا جزيلا لك.